السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. كما شفتوا من خلال في العنوان غادي نديرو غندير معكم واحد الكيكه بيضه وحده، وغنشوفوها كيفاش هتجي. بزاف كتسال كتقول لك بيضه وحده ما كتجيش الكيكه طالعه وما كتجيش منفوخه، ما كتجيش زوينه. بالعكس بيضه وحده كتجي مزيانه، الكيكه كتجي عاديه بحال اللي مديره 3 البيضات و 4 البيضات. مهم كما كتشوفوا هنايا عندي المقادير اللي كندير فيها بيضه وحده، جوج ساشيات درت ديال الفاني. كما شفتوا انا كتعجبني هذيك زهره البرتقال، ما لقيتها مبقاتش عندي، درت جوجات من هاد الفاني باش تجي النسمه ديال الفاني والحامض كتجي زوينه. كاس ديال السكر كما شفتوا هامر. مهم هانتوما معايا دقه دقه وهتشوفوا المقادير. درت هنايا بيضه وحده مع كاس ديال السكر، سكر حبيبات ولا سكر سنيده. مهم هنايا جوج ديال الفاني العادي كتجي كيجي المذاق ديالها زوين، خصوصا مع داك الحامض كتجي زوينه. لا عندكم ديال زهره البرتقال ديروا ديال زهره البرتقال، دائما كتكون البنه ديالتها غزاله وزوينه. انا ما عنديش تقادات ليا، درت هادي نعتذر على العطب التقني الوريد جبل يا ولدي. المهم كما قلت لكم ما عنديش هذيك التقادات، درت هاد الفاني العاديه درت منها جوج، كتجي النسمه ديالها زوينه، كتجي مركزه يعني نسمه الفاني مع الليمون مع الحامض كتجي مزيانه. صافي كتحاولوا انكم كتضربوا مزيان 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 هذيك البيضه مع السكر سنيده، غير بقاو تضربوا فيها تضربوا فيها تضربوا فيها تضربوا حتى هذاك السكر كي كتحسوا بيه بدا كيذوب. صافي هادشي اللي كاين. غادي ندوزو دابا الزيت. الزيت وكندير كاس معمرش بطبيعه الحال، ما تعمروش الكاس باش ما تجيش ميد بزاف وكتجي هشيشه بزاف يعني تقاد تقرد لكم. يعني كديرو كاس العروب، كاس العروب كافي. صافي سواء في بيضه ولا في جوج ولا في في اللي بغيتو كنكبو بشويه بشويه. وحنا كنطربو مزيان مزيان، كل ما طربتو الكيكه مزيان كل ما كتجي زوينه. والفيديو اخر فيديو كنت درت معكم الطرق ديال النجاح ديال الكيكه كيفاش كتجي طالعه كيفاش كتجي مزيانه وزوينه. دابا غندير ندوزو للحليب. غادي ندير كاس عامر كيما شفتو، مقادير بسيطه ديال الكيك العادي جدا، ما كاين فيها لا شي حاجه ما كايناش ولا عادي جدا جدا. كاس الحليب عامر حتى هو بنفس الطريقه ديال الزيت، كتكبو بشويه بشويه وكتضربو حتى كيضرب هذاك الشيء مزيان مزيان. صافي كتبقى لينا هذيك الحامضه كندوزو كنحكوها، كنحكو غير القشره الفوقانيه ديالها، ما ديروش هذيك البيضه باش كتجي النسمه ما هياش. ديروا حكو، حاولوا تحكو على الفوقانيه. صافي كما شفتوني انايا فهاد الحكاكه الرقيقه درت على هذيك القشره الفوقانيه كامله حكيتها وكتجي زوينه مع هذيك البنه ديال الفاني. اما الا كانت هذيك الفاني الاخرى فكتجي خطيره، الفاني ديال زهره البرتقال. في الحقيقه انا كنفضل هذيك احسن، هذيك احسن من هاد الفاني العاديه، ولكن ملي ما كايناش باش ما كان الانسان كيقضي وصافي. هذيك كتجي حتى هي مزيانه مع مع الحامض، كتعطي واحد المذاق زوين. المهم نحكوا هاد القشره ونطربوا كل شيء مزيان مزيان، وكيبقى لينا اخر حاجه وهي الطحين اولا الفورص والخماره، جوج خمارات بطبيعه الحال. الطحين كندير مديره هنايا جوج كيسان ونص. صافي هادشي اللي كاين. ودائما الطحين على حسب الخليط كتديرو حتى كيبان لكم الخليط هو هذاك، ما هو خفيف ما هو ثقيل. صافي حيت الا كان خفيف راه كتهبط ليكم الكيكه، ولو تبان ليكم في الفران طالعه
فوق تخرجوها كتبقى شويه كتلقاوها هبطات، لان الكيكه درتوها خفيفه بزاف، وفي نفس الوقت الا كانت عاوتاني ثقيله بزاف ما كتجيش هشيشه، كتجي بحال مدقصه. اللهم ما هي خفيفه ما هي ثقيله. هنايا جوج كيسان ونص صافي، كن هندير هاد جوج كيسان ونص وغادي نخلط مزيان مزيان. هانتوما معايا غادي تشوفوا كيفاش غادي يجي القوام ديالها، وفي الاخير كيفاش كندير ليها باش كنعرف صافي القوام ديالها هو هذاك. صافي غادي نضيف جوج خمارات، هما الاخيرين خمارات هما الاخرين. صافي بغيتو تضيفوا اضافه الى عندكم الياغورت ولا دانون ديال اي نكهه ديال الفاني كان احسن، لان باش يجي هذاك النسمه ديال الفاني مركزه. ما كانش صافي كتكتفيوا بهذه المقادير وصافي، هادشي اللي كاين. صافي كنحاول انني نديرها مزيان نطربها مزيان كما شفتوا هنايا. صافي هنا راها كانت كملات. صافي كنهز بها الطراب، وكتحاولوا ديروا 8 رقم 8 الى تكتب ليكم. صافي هذاك هو القوام. صافي كما شفتوا هي هذيك، ما هي جاريه ما هي ثقيله. صافي وكتاخذوا المول اللي غادي ندخلوا الفران، اي مول عندكم اي مول، كدهنوه بالزبده وكترشوه بالطحين. الزبده كيبقى احسن من الزيت، الا عندكم الزبده احسن من الزيت، لان انا هنايا دهنتها غير بالزيت، اما الزبده كتبقى احسن. دائما المول دهنوه بالزبده احسن، ورشوه بواحد الرشيشه ديال الطحين. صافي هزوا يديكم الفوق وفرغوا هاد الخليط. صافي حاولوا انكم تديروا هاد الضريبات كما قلت لكم ديك المره، وغندخلوها للفران. ومني غتطيب غادي تشوفوا معايا كيكه ديال تبيضه وحده كيفاش كتجي. دائما الفران انا كنديرو على 180، كنشعل غير من التحت صافي، حتى كطيب حتى كنشوفها مني كنشعل عليها البوله كتبان ليا صافي راها تحمرت من الفوق ومن كل شيء. صافي وكنطفي عليها، يعني ما كنشعلش عليها الفوق بتاتا كما شفتو، كنديرها في ديال الضو 180 من التحت. صافي صافي حتى بانت ليا شميت ريحتها، بانت ليا صافي راه تحمرات وهبطتها كما شفتو معايا هنايا. صافي الزواق كتزوقوها باش ما بغيتو، يعني تزينوها كتزينوها باش ما بغيتو. انا ندير لها شويه الكوفيتير وهذاك الفيرميسيل الملون، هادشي اللي كاين. شفتو كيفاش جات طالعه؟ يعني في هاد الفيديو وبغيت غير نوضح لشي اخوات باللي راه كيكه بيضه وحده كتجي حتى هي ناجحه وكتجي حتى هي زوينه. يعني ماشي بالشرط الكيكه حتى ديري فيها 4 البيضات ولا 5 البيضات ولا باش كتجيك طالعه، لا بيضه وحده قاضيه الغرض، خصوصا دابا البيض غلا وغالي، يعني عبيضه وحده راه كافيه تجيكم الكيكه زوينه وطالعه كما كتشوفوا بالضبط. هذه كيكه ديال بيضه وحده، وفي التزيين زينوها باش ما كان عندكم بالكوك باي حاجه اللي كاين في الدار كتقضيو به. صافي هاد الفيرميسيل الملون، يعني هاد الشوكولات حبيبات، هذا راه شوكولات حبيبات ملون. صافي زينت به الفوق، وهذه كانت هي الكيكه بيضه وحده. نتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم. واللي كتقول كيكه بيضه وحده ما هتجينيش ناجحه وما هتجيش زوينه وما هتجيش طالعه، فبالعكس كتجي مزيانه وكتجي طالعه وكتجي زوينه. انا نحاول نقطع معكم واحد الطريف وغتشوفوها كيفاش كتجي، كتجي زوينه وكتجي هشيشه وكتجي طالعه كما شفتوا. ما فيهاش شي مكونات اللي ما كايناش ولا مكونات معقده، ولا فيها بيضه وحده صافي باش صيبتها. غنقطع معكم هاد الطيف وغادي نشوفوها كيفاش كانت، كيفاش جات كيفاش جات، جات مزيانه وجات زوينه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، راك باقا سخونه انايا ملي قطعتها. شفتوا كيفاش جات؟ كتجي طالعه، يعني اللي كتردد باش دير الكيكه بيضه وحده كتقول ما تجيش صادقه، فكتجي اختي صادقه وناجحه وزوينه. غير جربيها وبالصحه وبالراحه، وكان هذا هو الفيديو. نتمنى انه يعجبكم. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.